السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا هذا القطر اللي كيقطر الموتور هنايا في الجهة ديال الفولومانيتيك. كما كنشوفوا كتحط الموتور في الكراج، تحطو في اي بلاصة كيدير هاد القطرات هادو في الدار. كما كنشوفوا القطرة كتجي من الجهة ديال الفولومانيتيك، الجهة ديال لاليماج، جهة الفان ديسك ديال الموتور. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا كيفاش باش نصابوا هذاك القطرة ما يبقاش يقطر الموتور. كما كنشوفوا هنا كتلقى الزيت هاد الجهة ديال لاليماج، واخا كتصاوب لي زاري دول المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه كتلقى هذاك القطر ما باش تقطع. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم راه قلنا لكم الحل ديال هاد لاريدويلات هادو. تبعوا معنا هاد الفيديو هذا. كما كنشوفوا لاليماج فولومانيتيك، كما كنشوفوا الفان ديسك ديال الموتور، كما كنشوفوا لا ريدويلا السيدر حللو شي واحد هنايا ودارو ليه الكولا، وانه واخا هكاك مازال كيقطر هاد جهه ديال الفان ديسك من جوج ديال البوزيسيونات. البوزيسيون الاولى هي لا ريدويلا الكبيره اللي كنشوفوا لاصقه في الغطاء الى الكاش ديال لاشين، كما تشوفوا هنايا لا ريدويلا كبيره، ولا ريدويلا الصغيره كتكون الجهه ديال الفولومانيتيك. كما تشوفوا بلاصه لا ريدويلا. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نعطيكم واحد الحل باش ما يبقاش يقطع لك يقطر لك الزيت في الدار. كما كنشوفوا القطره، كما كتشوف فين ما حطيتي الموتور كيبقى يدير القطاري ديال الزيت. الحل هو بسيط بزاف، غادي تمشي لصاحب البياس يعطيوك هاد جوان توريك. كما كنشوفوا هاد جوان توريك هذا وراه موجود عند صاحب السلعه، كيكون في البوشيت جوان بزاف كما كنشوفوا دابا. وشوف شوف العبار اللي غادي يجيك في هاد العبار هنايا، غادي يجي لداخل وسط هاد الفان ديسك هذا. كما كنشوفوا هاد البينيو ديال الفان ديسك كيجي فهاد العبار هذا فهاد البوزيسيون، وخا نقرو ما يطيحش كما كتشوف كيجي لداخل ديالو. هاد جوان طوريك غادي تلقاه في البوشيت جوان ديال سون سيكون، تيكون في لاكس ديال لامبراكام ديال السيلندر، تيكون على برا، تيكون شداك الباك اللي كيشد لي دو دي سوبا في السيلندر ديال سون سيكون، هو هذا العبار ديالو. كما كنشوفوا كنسيو هنا في البروكان ديال السون ديسك يدخل مزير باش يمنع الزيت باش ما غاديش تخرج. وهنايا غادي يجي في هاد لا كورب اللي دايرين هنايا في هاد الحفره هادي، كما كنشوفوا كتبلاصي فيها الجوان طوريك، كتبريسي هنا ما كيخرج ما والو، واخا تنقرو بحال هكا ما يخرج. هذا هو العبار ديالو، يجي لاصق هنايا في البروكان ويجي هنايا داخل في هذا روند، يجي داخل مزير شويه كما غنشوفوا هنايا. هذا غادي يعاود لك يعاون، غادي يعاون لي زاريدويل ديال الجهه ديال الفولومانيتيك باش ما تقطرش. وكتعاود هاد لي زاريدويل جداد ما تخليش تقدر، كدير شي ماركه اللي هي مزيانه. لي زاريدويل غادي نبلاصيهم دابا. بالنسبه لي زاريدويل كما كنشوفوا هي بالكحل هي بالزرق بحال بحال، ما تديش على الكولور كما كنشوفوا، غير تكون الاريدويل مزيانه. بالنسبه للزيت اللي كتشوف دابا هنايا كما كتقطر الاريدويل، طلع شويه الضوء الفوق زيد زيت، طلع شويه للفوق تصور باش يبان لهم الزيت، هبط واحد شويه لهنا. الزيت راه كتكون في هاد البلاصه هادي باش تعرفوا لا ريدويلات كيديروا الزيت في الارض، وبالنسبه لا ريدويلات كتقطر. المهم لا ريدويلات الكبيره كما كنشوفوا راه كتلصق هي في هاد الكرب ديالها، البلاصه ديالها نبلاصيو هاد لا ريدويله هادي. هي راه كتدفع غير باليد، كتشد البلاصه ديالها مزيانه. بالنسبه لاريدويلا اخرى اللي كنا هضرنا عليها، غادي نبلاصيوها هنا في القدام كما كنشوفوا. بالنسبه للجوان طوريك كيكون في هذا الكورب اللي قلنا اللي راه عندنا البلاصه ديالها محفوره هنايا، كتبلاصيها ما غادي تطيح ما والو. كما غادي نشوفوا غادي نبلاصيو لاشين ديال الديمارور ديال الفان ديسك ديال الديمارور، تبلاصي هذا الشيء مزيان باش ما يكونش عندك شي اشكال هنايا. بالنسبه للحطه ديالها راه كما كنشوفوا تقدر تدخلنا هكا، تقدر خصك تحيد هاد الكلافيت ديال الفيل بروكر باش تلقى تدخل البلاصه ديالها. الا ما دخلتش لا ريدويلا بالفان ديسك ديالها هنا الا تزيرات ولا غادي تضطر باش غادي تقلع الكلافيت ديال الفيل بروكر باش تلقى تدخل. غادي نسيو دابا الا دخلات راه مزيان، ما دخلاتش غادي نضطروا باش نحلو. دابا راه دخلات راه مزيانه، ما دخلاتش خصك تحل ضروري، كاين شي بعض الكلافيتات اللي تيكونوا طالعين العبار ديالهم كيخليو هذيك الجلده ما خليوهاش تشد البلاصه ديالها،
وكتولي ما تخليش الفان ديسك يدخل البلاصه ديالو. هذا هو اللي كاين، وكنتمنى اي واحد عنده القطره في الموتور كيقطر له الموتور في الارض يدير هذا الجوانتوريك كما وريت لكم في الدخله ديال البينو ديال الفان ديسك لداخل، ولصق لي ريد ولاد جداد. ان شاء الله ما غادي يعاود يشوف القطره لا والو. بالنسبه للفان ديسك راه فيه جوج ديال ثلاثه الماركات، كاين فيه لا ريد ولا صغيره هنايا، وكان اللي فيه لا ريد ولا كبيره هنايا، وكان مول الباك وكان مول الرولما. بالنسبه للريد ولا خلاص راه كاين جوج ماركات، بالنسبه للداخل راه كاين الرولما وكاين الباك ديال النحاس. وبالنسبه لهذيك كما كنشوفوا فين بلاصه جوان توريك راه كاينه واحد الماركه ما فيهاش، وديك لا كورب المحفوره فين بلاصه جوان توريك دابا راه ما كاينش فيها. كنتمنى يقلب على اللي فيه هذيك الحفره ويكون فيه الرولما ولا تكون فيه باك نحاس. المهم يكون عندك ديك الحفره اللي لورت ما فاش غتبلاصي جوان توريك باش ما يبقى قطر عندك لا لا, لا زيت لا والو في الدار، باش يكون عندك داكشي. بالنسبه للكريساج كما كيقول لك يقدر يقول لك شي واحد راه ما غاديش يكريسي بالنسبه لي لهذا الرولما ولا الموتور، حتى تبينا بغيت تبلاصي. دابا انا غنحل هذا الشيء هذا وغادي ندير الرولما، غندير لاكريس ونمونطيها مزيان. بالنسبه للرولما دير لاكريس ماشي مشكل، الباك ديال النحاس حتى هو ماشي مشكل دير لاكريس. وبالنسبه للزيت راه ضروري غادي تسرب، واخا كان جوان توريك راه غادي تسرب لهاد البلاصات هادو، غير ما تكونش عندها ديك الدفعه الكبيره والقطره راه ما غاديش تكون. راه تيستيت هادشي في الماطر، ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه، الناس راه جاو صورنا لهم السيستيم ديالهم، راه ولا الموتور عندهم مريقل ما كيقطر لا قطره لا والو، باش ما يكونش فيه العيب. الا كان كيقطر الزيت ولا شي حاجه كيولي الموتور عايب، حتى الا بتبيعه ولا شي حاجه راه ما غيتبع لك ما والو. كما كنشوفوا وكيتسمى الموتور حيت كيسخن كيولي كيعرق كما كنقولوا حنا، كيبقى يدير القطره. هذا السيستيم هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم الا صوبتيه ما غادي يبقى عندك لا قطره لا والو. وكنتمنى من الناس المعلمين اللي كيشوفوا هذا الفيديو هذا اللي بغى يشوفوا ولا اللي شافوا يقول لي يدير لي هذاك جوان طوريك في البينو ديال الفان ديسك هنايا باش تهنا المشكل ديال القطر ديال الزيت. وهذا هو اللي كنت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.